التضخم وثبات الفايدة عموما من قبل البنك المركزي بيأثر على حياتنا بشكل عام، مش بس على المجال الزراعي، والناس كلها بقت قلقانة وخايفة شوية من موضوع زيادة الأسعار، وحتى الناس اللي عندها يعني ما شاء الله اللي عندها فلوس في البنك أو بتاخد قروض أو عندها بعض المشاريع الخاصة بالتمويلات الكبيرة، فيجي يقولك حتى بلغة الاقتصاد ان المادة او الفلوس نفسها قيمتها بتقل. انت ممكن تستثمر ده بشكل حلو، شكل اقتصادي يزود لك الادخار بتاعك ما يبقاش في شكل مادي. طب ايه اللي انا مفروض اعمله؟ وايه كمان يعني انا برضو هتكلم بلغة الناس وبلغة المستهلك اللي شوية كتير بقى بيئن من موضوع تفاصيل زيادة الاسعار. هو المواطن البسيط مش فاهم يعني ايه تضخم، انا مالي بالتضخم، انا مالي بزيادة او ثبات الفايدة، انا مش فاهم، انا عايز اروح اشتري اكلي وارجع البيت اكل اهل بيتي وانا مرتاح وانا مش حاسس ان انا متضايق. ودلوقتي معظم الناس عشان نبقى نتكلم بشكل الحقيقي والواضح وبإحساس الناس، لا الناس بقت بتقن شوية من الأسعار. طب تعالوا نشوف تفاصيل كتير، وعلى فكرة مش احنا بس اللي تأثرنا، ده العالم كله، حتى احنا لسه خارجين من جائحة كورونا احنا كمان اتأثرنا بشكل بسيط. ده في دول عظمى اقتصادها انهار وتهز، والحمد لله ان احنا الحمد لله كنا محققين نسبة كبيرة جدا جدا من الثبات والنجاح الاقتصادي في الفترة دي. تعالوا نشوف تفاصيل كتير ونركز كده في التفاصيل الخاصة بالمستهلك وطبعا المستثمر مع ضيفي اللي منورني النهارده دكتور بلال شعيب، باحث وماجستير في الدراسات الاقتصادية. دكتور بلال اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. منورني. ربنا يخليك. احنا بنتكلم على موضوع حساس جدا. موضوع يعني هو بيلمس كل الناس بصراحة، يعني كل الفئات اللي معاه واللي معهوش. تعالى بس في البداية نعرف المشاهد العادي اللي بعيد شوية عن المجال الاقتصادي، يعني ايه تضخم ويعني ايه برضو ثبات نسبة الفايدة؟ تمام. في البداية هقول لحضرتك كده نبذة مختصرة يعني ايه تضخم. تضخم بالمعنى البسيط بتاعه ان حضرتك كنت بتشتري اي سلعة، احنا سنة 2021 دلوقتي، لو سنة 2020 كنت بجيب مثلا ازازة مياه غازية، كنت بشتري الازازة دي بكام والنهاردة بكام؟ المعنى التضخم هو الزيادة الطارئة ما بين السنتين، الفرق ما بين السنتين. لو كنت بشتري الازازة دي مثلا او ازازة زيت كنت بشتريها مثلا ب 10 جنيه والنهارده ازازة زيت مثلا ب 25 جنيه، يبقى الفرق ما بين ال 10 وال 25 15، اقسم ال 15 على ال 10 يبقى هو ده نسبة التضخم، وهكذا طبعا. اي سلعة ده بنسميه نسبة معدل التضخم، كويس؟ معدل التضخم ده هو ما هو عامل زي السكر في الدم، يعني هو مش حاجة كويسة بس مش حاجة وحشة. يعني ايه؟ احيانا بيكون وضع السياسه النقديه عنده هدف ان التضخم يزيد. هتقولي ازاي؟ ما هو معنى ان التضخم يقل او يفضل التضخم ما فيش تضخم في البلد، دي معناها ان في ركود اقتصادي، لان العلاقه ما بين العرض والطلب. يعني ايه العرض والطلب؟ الطلب ان انا اروح اطلب السلعه، يبقى في طلب. يعني لو احنا بصينا مثلا على بالنسبه للمواسم، في شهر رمضان مثلا بيبقى فيه اليميش، ده هنا المستهلكين بيروحوا يعملوا عمليه طلب على الايه، على المنتج. طيب لما بيكون بقى المعروض من الشركات، سواء شركات تبع القطاع العام او القطاع الخاص، الشركات اللي موجوده ده بيمثل جانب العرض. طيب لما بيحصل ان الطلب بيزيد عن العرض، يعني الناس بتطلب كتير السلعه والمعروض قليل، بيحصل ايه؟ على طول السعر بيطلع، على طول السعر بيزيد. طب لو العلاقه عكسيه بقى، يعني لما نيجي نبص بقى بعد نهايه موسم رمضان مثلا، بيبقى الحاجات اللي هي يميش رمضان والحاجات خلاص الناس مش محتاجاها، فبالتالي بيبقى موجود معروض لكن مفيش ايه؟ طلب. بيحصل ايه؟ السعر على طول بينخفض. ده ببساطه كده معنى التضخم. التضخم مرتبط شويه بسعر الفايده. ايه الارتباط ما بين التضخم وما بين سعر الفايده؟ اولا الفايده هي اداه من ادوات السياسه النقديه. في لجنه اسمها لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي، هي اللي بتضع سعر الفايده. عندنا في سعر للايداع وسعر للاقراض، وفي متوسط للايداع والاقراض بنسميه متوسط سعر الكوريدور. المتوسط سعر الكوريدور ده هو اللي على اساسه البنوك بتبدا تسعر القروض بتاعتها. يعني اي شركه من شركات التمويل، الشركات الزراعيه او سواء صناعيه او خدميه، لما بتروح تقترض من البنوك، القرض اللي هي بتحصل عليه من البنك بتاخده مثلا بسعر الكوريدور بلس 2% او 3% اللي هو العائد اللي بيحصل عليه البنك. فبالتالي ده مهم قوي، مؤشر الفايده مهم قوي بالنسبه للناس اللي هتحصل على قروض، ومهم جدا بالناس اللي هي عندها مدخرات اللي هم المدخرين.
لان غالبا بيبقى البنوك بتعلي سعر الفايده او بتخفضه على حسب متوسط سعر الكوريدور وحسب القرار اللي بتتخذه لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي. يوم الخميس الماضي انعقدت لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي الجلسه الثامنه على التوالي ثبتت سعر الفايده، يعني حصل تثبيت لسعر الفايده للجلسه الثامنه على التوالي عند بالنسبه للايداع 8.25، بالنسبه للاقراض 9.25، بالنسبه للايداع والاقراض اللي هو المتوسط 8.75. القرار ده اتخذه البنك المركزي او لجنه السياسات النقديه في ضوء عده عوامل. العامل الاول ان البنك المركزي اصلا بيستهدف التضخم عند 7% بلس ماينس 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البنك المركزي شايف ان التضخم اللي هو بيستهدفه علشان يحافظ في نفس الوقت على درجه السوق. يعني ايه درجه السوق؟ يعني ما يكونش فيه ركود اقتصادي، زي ما قلت لحضرتك في الاول ان لو ما فيش تضخم خالص معنى كده ان الطلب نفسه يعني في مشكله. لكن النهارده لما يكون في طلب على السلع وعلى المنتجات وعلى الخدمات معنى كده ان في حاله رواج وفي حاله شغل في السوق، فبيأثر على ايه؟ بيأثر ان الاسعار بترتفع تدريجيا. فالبنك المركزي مستهدف ان القصه دي تفضل عند 7% بلس ماينس 2، يعني زائد او ناقص 2. يعني ايه؟ يعني لو احنا قلنا 7 بلس 2 يعني نوصل ل 9، فبالتالي ما زال في الحدود الامنه. طيب 7 ناقص 2 يعني نوصل ل 5، فما زال في حدود الامنه. طب التضخم النهارده وفقا واقفال سبتمبر، وده اللي جه فيه بيان الصحفي اللي طلع بيه البنك المركزي يوم الخميس الماضي، ما زال عند 6.6%. فبالتالي ما زال التضخم اللي موجود ما زال لسه في الحدود الامنه اللي بيستهدفها اصلا البنك المركزي. طيب نشوف بقى ايه لو هل في ارتفاع اسعار تدريجي بيحصل. احنا عندنا مخزون استراتيجي، الحكومة المصرية قدرت تدبر احتياجات الشعب المصري لمدة 6 لـ 8 شهور. فأي زيادة بتحصل عالمية، يعني في فعلا في سلع عالمية زادت سعرها، وده كان ليه أسباب، وأسبابه ان كان العرض في الفترة بتاع جائحة كورونا المصانع قللت الطاقات الانتاجية بتاعتها، متأثرة بموضوع الحظر اللي كان بتفرضه كثير من الدول، حظر كمان استيراد السلع والمنتجات ما بين الدول. الأكبر مصدر للعالم اللي هي دولة الصين اللي هي أصلا منبع المشكلة كان عندها مشكلة كبيرة جدا بسبب جائحة كورونا، ووقفت كتير من المصانع عن الإنتاج، وبالتالي تأثر الإمداد العالمي بالصين وبدول كتيرة جدا زي إيطاليا مثلا حصل فيها نفس المشكلة. الحمد لله مصر من أكثر الدول الناشئة اللي قدرت تحقق معدلات نمو جيدة في ظل جائحة كورونا، ودي بشهادة مؤسسات دولية زي بلومبيرج وزي فيتش وزي موديز، قدرنا نحقق نسبة نمو كويسة جدا. وده كان احد دوافع لجنه السياسات النقديه البنك المركزي انها تثبت سعر الفايده، لان انا اوريدي ما عنديش مشكله. انا المشكله لسه ما جاتليش، ما عنديش مشكله، وندعو الله انها ما تجيش. يعني احنا ان شاء الله في خلال احنا زي ما قلت لحضرتك من 7 لـ 8 شهور احتياجات الشعب المصري من الزيت انا بستورده من بره، فانا عندي احتياجاتي. القمح انا بستورده من بره، انا عندي احتياجات تغطي 6 شهور تحديدا. كمان ساعد على ده النمو الاحتياطي النقدي الاجنبي اللي هو الفلوس اللي انا بستورد بيها. يعني احنا في سنه 2013، ما احنا بنقارن بقى احنا كنا فين واصبحنا فين. طب قبل المقارنه دي يا دكتور، وانا كده كده هروح لموضوع زياده الاسعار والناس اللي للاسف معدومي الضمير الوسيط اللي بيعلي قوي على الناس واي حاجه. ده حتى لما كنا بنتكلم على الدولار ان هو غلى مثلا، واحنا نيجي نقول دلوقتي ان هو لسه في حاجات انا عندي في المخزن فما تاثرتش بالزياده اللي حصلت. مزبوط. ولكن غلي على الناس بدون ضمير. خليني بس قبل ما انهي، ده حقيقي انا هروح له، بس ما انا لسه كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل الهوا انه الناس، انت بتقول لي ان في بعض الناس بتشتري كتير، وانا بقول لحضرتك ان برضه في ناس يا دوب مرتبها بيكفي الشهر، ويا دوب مرتبها بيكفي انه مش تشتري. الواحد كنا بنقول مثلا هنروح نبضع مثلا او نشتري الطلعه بتاعه الشهر بتاعتنا شهري واجيب كل الحاجه يعني مره واحده في الشهر. دلوقتي الناس ممكن يدوب تكمل انها تجيب حاجه الاسبوع وبعدين ربنا معاهم. في طبقات كتير كده او في فئات كتير كده. بس انا عايزه قبل ما اروح للنقطه دي اروح لموضوع التضخم. قد يكون سؤال بدائي شويه، ولكن حتى الغير متخصصين خالص والناس العاديه تقول لك طب ما احنا نجيب مكنه فلوس يا دكتور ونطبع وندي للناس فلوس بقى، ما احنا نزود. انا عارفه ان ده ممكن يبقى له علاقه كبيره بالتضخم وممكن يزود التضخم. مظبوط، لان اقتصاد وهمي مش حقيقي. بالظبط، قول لي بقى اشرح لي عشان حتى الناس البسيطه تقول لك ليه احنا الدوله ما تطبعش فلوس على الرغم من ان احنا جالنا وقت كنا دايما اي حد بيجي يسحب من الاي تي ام من اي مكنه او ياخد فلوس من البنك بنلاقي فلوس جديده مطبوعه جديده. لا لا لا، هي دي ملهاش علاقه. لا ملهاش علاقه. طيب. هي غالبا طبعا العملات البلاستيكيه لما تنزل هتحد كتير من موضوع اعاده الطبع، لان اعاده الطبع ده
بيكلف خزينة الدولة فلوس، ان النهارده دي عملية انتاجية تماما، لكن ما لازم الدولة ما بتلجأش لعملية طبع الفلوس. طبعا الكلام ده مش ليس له علاقة بالاقتصاد اصلا، لان انا ده بيبقى اقتصاد وهمي، انا بدي فلوس لناس لا يقابلها طبعا قيمة، فبالتالي ان انا بساعد على زياده التضخم اكتر، فطبعا ده بالزبط. لا ده طبعا ما بيحصلش يعني. لكن موضوع اللي هو تغيير العمله ده بيبقى تهالك العمله نفسها، ان العمله طبعا ده في ناس بتمسك، ودي طبعا احنا بنقول للناس طبعا العمله بتاعت البلد دي امانه في ايدك، ما ينفعش انك انت تكتب عليها، في ناس بتكتب على العمله وبتشخبط عليها وبترسم عليها، كل الكلام ده بيكلف الدوله، خزينه الدوله كمان انها بتعمل عمليه اعاده طبع للفلوس دي، فطبعا امر غير محمود يعني. يعني ان احنا نطبع فلوس، بالسؤال اللي هو الطفولي ده لاي حد يجي في بالي، يقول لك احنا نطبع فلوس، نزود المرتبات، ندي للناس فلوس، انت كده بتهدر اقتصاد بلدك وبتساعد على التضخم، ده بيزود التضخم اصلا والدوله ما بتعملش بنسبه كبيره. بالظبط كده. طيب خلينا نروح بقى للنقطه الاكثر اهميه، تاثير ده على المجال الزراعي، وانه النقطه الثانيه وبرده دي مهمه جدا، هو فكره ان انا اغلي على الناس الاسعار، وهنروح لمشكله يعني هي مشكله احنا بننظر لها بنظره استباقيه، ولكن الناس كلها في قلق من ساعه موضوع شهر واحد وايه اللي هيحصل، وبعد السنه الجديده وايه اللي هيحصل في الاسعار في كل السلع. اقول لحضرتك ان دي فرصه للمجال الزراعي تحديدا، يعني المجال الزراعي والانتاج الحيواني والدجاني دي فرصه كبيره جدا ان هم يقدروا يعملوا نمو وتوسع في المشروعات بتاعتهم. ليه بقى؟ لان اي ازمه بتحصل بيبقى فيها ناس منها، بتبقى الازمه بتحمل منحه ومحنه، يعني بتحمل الشقين. فانا شايف ان لو اعتبرنا ان اللي بيمر بيه العالم بره ازمه فعليا، ده هيبقى نقدر نقول ان ده منحه بالنسبه للمزارعين وبالنسبه للاقتصاد المصري. ليه؟ لان انا ممكن اتحول لاقتصاد بيعتمد على غذائه من قوته ومن تعبه ومن جهده ومن عرقه، نقدر نتوسع في الشركات الخاصه بالانتاج الزراعي والانتاج الحيواني. وده كمان ظهر في اهتمام الدوله في الفتره الاخيره كمان بمبادرات بينزلها البنك المركزي لدعم النشاط الزراعي والانتاج الحيواني والانتاج الدجاني. واحنا بنتكلم عن سعر الفايده، احنا كنا بنتكلم من شويه بنقول ان لو حد عايز يقترض من البنك فهو بيقترض بسعر الفايده اللي بيحدده البنك المركزي، زائد كمان يضاف عليه العوائد اللي بيتحصل عليها البنك. اقول لحضرتك ان القاعده دي بيستثنى منها القطاع الزراعي والانتاج الحيواني والدجاني. يعني اذا كان الكوريدور مثلا او متوسط سعر الفايده 9.25% او 8.75 دوت متوسط الكوريدور، النهارده 8.75 متوسط الكوريدور. طيب القطاع الزراعي بالكامل بيحصل على تمويلات من البنوك في اطار مبادره البنك المركزي بسعر فايده 5% بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. فطبعا سعر الفايده ده تنافسي، يقدر ان هو ما يحملش كتير على ترفقات المشروع وعلى تكاليف المشروع، مش هيقدر يتحمل كتير. فبالتالي سعر الفايده انا شايفه سعر فايده مناسب جدا، يقدروا ان هم يحلوا الفجوه اللي موجوده فعليا في السوق ما بين الانتاج المحلي وما بين الانتاج المستورد. فبالتالي من النهارده حتى لو في مشكله في الشركات العالميه النهارده، لا نقدر ان احنا نحل. وده كان توجهات الحكومه المصريه حتى، والسيد وزير الماليه كان بيتكلم في الفتره الاخيره ووزاره التخطيط ان هم ان احنا نبدا كمان نتوسع في المنتجات اللي احنا نحلها محل المنتج المستورد، وده هيعود بالنفع طبعا على الاخوه المزارعين وعلى الشعب المصري بشكل كامل. تمام. طيب حضرتك كنت بتتكلم على بعض السلع اللي احنا بنستوردها من بره، على الرغم انه احنا عندنا مخزون يكفينا لمده 6 شهور. طيب وزاره التموين بنفسها اعلنت زياده سعر ازازه الزيت في البطاقه التموينيه. طيب هل احنا المخزون بتاعنا دي زياده طفيفه بالمقارنه باللي بره، بس يعني. اللي التجار برضو، ما احنا هنقارن، ان التاجر دايما بياخد انطباعه من الوزاره، يعني اذا كان المدعم بيطلع بالشكل ده، فانا واحد مثلا للاسف معدوم الضمير ما عنديش رفق بالناس اقوم مغلي عليهم، وانت لسه عندك في البضاعه في المخازن ما تاثرتش بالزياده دي، وزياده لسه اصلا. انا بقول لحضرتك ان المخزون الاستراتيجي اللي موجود سواء عند الحكومه او القطاع الخاص يكفي احتياجات مصر لمده 6 شهور قادمين. يعني ابتداء من النهارده لحد كمان ما نعدي شهر رمضان ان شاء الله، يعني احنا ما نحسش بالزياده غير ما نحسش بالزياده بعد 6 شهور، الا بعد 6 شهور. ده اذا استمرت الازمه بره، يعني مثلا ايه سبب زياده الاسعار عالميا؟ زياده الاسعار عالميا ببساطه كده ان خام برميل برنت مثلا ده عدى ال 80 دولار، عندك مثلا سلعه زي الذره، عندك سلعه زي القمح، كل الاسعار العالميه دي زادت، ودي زادت بره
على اعتبار ان كان المصانع بره في حاله استرخاء، ما هو كان قبل ما يجيبوا قبل الفاكسين ما يظهر كان العالم بره في حاله استرخاء، مره واحده تاثير الفاكسين بدا يعود الحياه للعالم بره، فبدا الطلب يزيد مع ثبات العرض، فحصل ايه؟ المعادله الطبيعيه ان الاسعار زادت، لكن احنا عندنا المخزون الاستراتيجي في مصر يكفي احتياجاتنا لمده 6 شهور. بالنسبه بقى للساده المشاهدين اللي بيسمعونا، ايه اللي ممكن نعمله؟ ايه الروشته اللي احنا ممكن نخرج بيها؟ حاجه للروشته والنبي بس عشان عايزه اركز عليها، بس النقطه دي معلش برضو اسمح لي نركز عليها جدا. احنا مش هنحس بزياده لمده 6 شهور، ده المفروض، وعايزين نعدي ان شاء الله شهر رمضان والناس مرتاحه ومطمئنه. مزبوط. طيب دلوقتي احنا عندنا في شهر 1 بيقول لك احنا هنحس بازمه، على الرغم ان احنا انتاجنا وطبعا كنا بنتاثر بالعالم. مين اللي بيصدر الصوره دي؟ ايوه مين بقى؟ مين اللي بيصدر الصوره مين؟ دي؟ سؤال، هل الحكومه؟ لا طبعا، بدليل ان السيد وزير التموين طلع وطمئن الناس، كل التقارير اللي حتى مش من الحكومه المصريه، من منظمات دوليه بره ومن مؤسسات دوليه بتدي يعني ثقه في الاقتصاد المصري، ابقت على يعني نظره مستقبليه مطمئنه وثابته للاقتصاد المصري من منظمات دوليه زي فيتش وزي مودي وزي بلومبرج. كل المؤسسات دي شايفه ان الاقتصاد المصري بيتعافى، وشايفة أن الاقتصاد المصري نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي قد أتت ثمارها. وأن هقول لحضرتك حاجة صغيرة، أن احنا وصلنا لفترة في 2013 كان الاحتياطي النقد الأجنبي، يعني الاحتياطي النقد الأجنبي الفلوس اللي أقدر أدفعها للعالم الخارجي عشان أجيب اللي أنا بستورده، أجيب الزيت وأجيب السكر وأجيب الرز وأجيب يعني الحاجات اللي هي السلع الاستراتيجية اللي أنا بحقق اكتفاء منها من الاستيراد، احنا كان عندنا 13 مليار دولار، وده ادنى احتياطي نقدي اجنبي وصلنا له في سنه 2013. طب النهارده الوضع عامل ازاي؟ قبل جائحه كورونا وصلنا لرقم غير مسبوق، عدينا ال 45 مليار دولار. طيب بعد جائحه كورونا وبعد تاثيرها، خدي بالك ان جائحه كورونا هي اثرت على العالم كله، ده حقيقي، على مصر تحديدا وقفت لي السياحه، يعني السياحه كانت بتجيب لي حوالي 13 مليار دولار في سنه 2019، سنه 2020 كان نسبه الاشغال عندي تقترب من الزيرو. طيب النهارده بعد كل ده وصلت لكام؟ وصلت لحوالي 40.6 او 40.8 مليار دولار، فانا اقدر وانا بستورد بحوالي 60 مليار دولار. ال 60 مليار دولار دول يعني تقريبا بستورد بحوالي 5 مليار دولار في الشهر. يبقى انا لما 5 في 8 ب 40، صح كده ولا ايه؟ ال 40 مليار دولار، فانا عندي اقدر الاحتياطي النقدي الاجنبي يقدر يجيب لي احتياجات مصر لمده من 7 ل 8 شهور. طيب الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي عندي من السلع من 6 ل 7 شهور، ده اقل المخزون اللي عندي اللي يقدر يعمل عمليه اكتفاء ذاتي لمده 6 شهور من كل السلع. فبالفعل احنا كمصر ما عنديش ازمه، اللي بيصدر صوره الازمه هم بعض التجار وبعض اصحاب المصالح، هو بيقول للناس خلي بالك الاسعار هتزيد، فبيعمل عمليه تكالب على السلع، ده بيزود السعر اكتر. انا هروح للروشته اللي حضرتك بتقول لي عليها، بس احنا حضرتك بتقول لي دي ازمه اقتصاديه وممكن الدنيا تستقر بعد كده، صح؟ مزبوط. بس انا ما سمعتش قبل كده خلال مرحله الحياه اللي الواحد مر بيها وبخبرته المتواضعه ان في حاجه غلت ورجعت رخص التاني. لا بيحصل يعني نادرا، انا صراحه والناس كلها تشوف السلع الحاجه عمرنا، يعني مثلا اذا كان مثلا في الذهب الاسعار بتطلع وبتنزل مثلا، يعني دي حاجات بالظبط، لكن انا بتكلم في اسعار السلع والسيارات والشقق مفيش حاجه بترخص. بصي هقول لحضرتك على حاجه، خلينا والاكل والشرب نقول نظره تفاؤليه شويه، ماشي. الحمد لله الاقتصاد المصري بخير. انا ما عنديش ازمه في اي سلعه استراتيجيه ولا في اي سلعه، بدليل ان كل السلع موجوده في السوق، خش حضرتك اي سوبر ماركت كل اللي حضرتك عايزاه تلاقيه موجود، ده حقيقي. فكره ان هو موجود ده دليل ان مفيش ازمه، يبقى المشكله فين بقى؟ المشكله ان في بعض الناس بتتلاعب بالاسعار. بعض الناس بتلعب اسعار، ده ليه علاج وعلاج اقتصادي. ايه العلاج الاقتصادي؟ الدوله النهارده بدات ان هي تتوسع في المشروعات الزراعيه والصناعيه، وملف الصناعه النهارده ملف رئيسي وحاجه من اولويات الحكومه. النهارده بنشوف المدن الصناعيه الجديده اللي تفتحها الحكومه، بنشوف النهارده مسانده البنك المركزي لاصحاب الحرف والمهن الصغيره. بالعكس النهارده البنك المركزي افرض على كل البنوك العامله في مصر انها يبقى في نسب تمويل معينه موجهه للناس اللي هم بيسموه المايكرو فاينانس، اللي هي المشروعات متناهيه الصغر. لان انا النهارده الخروج من دائره الفقر عشان الناس تبقى معاها فلوس، نعمل ايه؟ ان احنا نهتم شويه بالمشروعات اللي هي متناهيه الصغر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيفتتح من حوالي اقل من شهر اللي هو معرض تراثنا،
معرض تراثنا ده بيهتم بالحرف اليدويه والصناعات متناهيه الصغر، فاحنا هنا بنبص على القياده السياسيه وراس القياده السياسيه مهتم هو شخصيا بفكره المشروعات متناهيه الصغر. لا ومش بس كده، انا كمان عايزه اضيف على كلامك يا دكتور انه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه حاسين بالناس. اكتر حاجه انا بشوفها ويمكن ما كناش بنعيشها قبل كده حتى قبل الثوره، في معارض في كل المناسبات، سواء كان في شهر رمضان، موسم المدارس، حتى طول السنة بنلاقي منافذ القوات المسلحة، منافذ الداخلية، منافذ وزارة الزراعة، منافذ وزارة التموين، كل ده بيبقى بأسعار مدعمة وفيها كل السلع بكل فئاتها وبتبقى مخفضة كتير عن بره. فده إحساس الحكومة بعد أزمة بالناس. مش بس كده، أنا عايز أقولك أنه كمان أنا قلقانة، مش قلقانة من سياسة الدولة ولا أن احنا عادلين، لا الحمد لله احنا عندنا السلع بتاعتنا وقادرين نسيطر، بس اللي قلقانه منه فعلا فعلا وبقول لك ان مفيش حاجه بترخص، لان الجشع والطمع اللي مالي بعض الناس والنفوس الضعيفه هي اللي بتغلي على الناس الغلابه. انا عايزه بس الروشته سريعا للاسف وقت عدى. محتاجه توعيه للناس، اللي هو ايه التوعيه؟ الاول ما تشتريش سلع انت مش محتاجها، ماشي، لان انت كده بتساعد في زياده الاسعار. في نفس الوقت يبقى في عندك بدائل، يعني احنا لو قلنا مثلا السمك والفراخ واللحمه فهم دول بدائل لبعض، الرز والمكرونة ده بدائل لبعض. فأنا أروح للسلعة اللي هي موجودة ومتوفرة وفي نفس الوقت وأنا بشتري ما اشتريش بالكميات الكبيرة، لأن أنا لما بشتري بالكميات الكبيرة أنا بساعد على أن المنتج يخلص وبالتالي التاجر يعمل عملية زيادة للأسعار وده بيساعد أن التضخم بيزيد. لكن صح. لو احنا عملنا ترشيد للاستهلاك، يعني كم من الاكل بيترمي، لا انا عايز اعمل ترشيد للاستهلاك، اشتري الحاجه اللي انا محتاجها فعلا واركز على البدائل واعمل عمليه استغناء عن السلع الغاليه واللي هي مش موجوده. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور بلال شعيب، باحث وماجستير في الدراسات الاقتصاديه، شكرا جزيلا ليك. وانا برضو مع حضرتك ان احنا نرشد استهلاكنا، وقد يكون عشان نبقى بنتكلم على ارض الواقع في ناس كتير للاسف بتشوفش اللحمه اصلا غير، مش هقول لكم مره في الاسبوع، ده ممكن تبقى مره او مرتين في الشهر، ده حقيقي وده موجود. ولكن انا بخاطب الناس الجشعه الطماعه اللي بتغلي على الناس الغلابه والناس حتى المتوسطه، والحكومه اللي بتبذل قصاري جهدها بتوفر منافذ بتابع وبتعمل حملات ضبطيه عشان تشوف الناس اللي بتزود على الناس الغلابه. ركزوا وراعوا ربنا بقى، يعني ما تزودوش على الناس وما تزودوش على دولتكم وحكومتكم في الاعباء الاقتصاديه اللي على مستوى العالم مش بس في مصر. اتمنى لكم ان شاء الله كده ان كل واحد يلاقي قوت يومه، وده موجود وده حقيقي في بلدنا، بس نراعي بعض ونخلي بالنا على بعض. لسه مكملين فقراتنا الحواريه الفقره الجايه مع زميلتي الجميله دينا، استنوها بعد الفاصل.